معسكرات ومباريات ودية، لكن المرحلة الأخيرة والاستعداد النهائي لفريق النادي الأهلي هيكون في معسكر برج العرب وفي نفس مكان الإقامة زي ما انتم شايفين معنا في هذه اللقطات. هذا الفندق اللي هيكون فيه فريق النادي الأهلي بإذن الله في معسكر برج العرب، وهيكون تدريبات مغلقة خلال هذا المعسكر في ظل ان خلاص المباراة بعد أيام قليلة في 9 PM الثلاثاء القادم على استاد برج العرب، وبإذن الله بحضور جماهير، لأن هذا الملف إدارة النادي الأهلي بتسعى لحضور نسبة كبيرة من جماهير النادي الأهلي في استاد برج العرب. خبر آخر متعلق برامي ربيعة. رامي ربيعة مدافع فريق النادي الأهلي سافر إلى ألمانيا، وكان متواجد صباح اليوم خلاص في ألمانيا لمتابعة برنامجه التأهيلي والاستعداد للمرحلة القادمة. خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك شائعات وأخبار مغلوطة بخصوص إصابة رامي ربيعة، لكن الجهاز الفني والكابتن محمد يوسف أعلن أن هذه الأخبار غير صحيحة، وتحدث رامي ربيعة وقال أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنني أصبحت جاهزا للمشاركة في التدريبات، لكن ينتظر الفحص الطبي خلال المرحلة القادمة. بعد العودة من ألمانيا إن شاء الله بإذن الله رامي ربيعة يكون بيستعد لخوض آخر مرحلة من برنامجه التأهيلي. شريف إكرامي بالطبع كمان كانت لديه